مود ابو الصحاب سرفايفر. بص بص اضرب داي هتقول تضرب نضرب داي اضرب داي بس بس اهو بدأوا. استنى اموز جمود كريتر. بص 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 الله حرب مدعك مدعك. بص 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 مدعك يا زميلي. بص 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 والله بدعك بدعك والله اكسر. بص بص بتف على بعض ولا عيب هلا 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 كل هذا نبل هلا والله العظيم اكبر مدعكه. شايفين شايفين والله ربوهم والله ربوا بعض. يا ترى مين اللام الكينج اللي هتفضل مين اللي استنى نعمل بس تايم سيد دي مين اللام اللي هتبقى اسطوريه اللي فاضله تتربى على العرش. الله بالصحاب والله اودعكم بعد دعكه كبيره والله كل انتوا ماسكين بعض مقلع 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 على وش بعض. شايفين شايفين خف العدد والله بس كان كميه ضخمه والله تجربه اسطوريه يعني. مساء الخير وصباح الخير على المشاهد راح اسالك شنو في دار شنو في دار معرض اللعبه كانت نار دقات هنعمل مزرعه مش مزرعه حرب لاما ضخمه جدا دقات الحاجات اللي هتحتاجوها بيضة لاما قزاز ريدستون مفتاح وكوموند بلوك. كوموند بلوك بصراحه يريح علينا موضوع اللاما ده ماشي. فتشوف سؤال حاجه يا باشا عايزين نعمل كده قفص كده عشان بصوا ده البيت قذر سيبكم منه لكمش لعب يعني بيت قذر ما كده لسه ما كملش. فاول حاجه ابو الصحاب نعمل واحد اتنين يعني ممكن نعمل مثلا البيت 20 بلوك في 20 بلوك هيبقى ضخم جدا وتبقى حرب مطحنه. 3 يا باشا 4 5 6 ولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تمام. بس والله هيبقى قفص كبير اسمع علينا. ادي اتنين واحد اتنين تلاتة كده يا باشا اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر وادي العشرين يا ابو الصحاب. تمام كده خد كده بعد كده عشرين ولا قاعد اللي يلا ايوه كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اعمل 2 درايه كده وهنا 20. الله بالصحاب خد بقى ده يا باشا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تمام كده يا اخواتي. فهنكمل كده يا باشا كمل الصندوق يا باشا ايوه كده يا باشا كمل 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 القفص تمام يا باشا. بتكنت لاخواتي بس يعني كده ممكن بلوكه واحده بلوكه واحده عشان ايه يعني يبقى ارتفاع مثلا بلوكتين عشان فيش لامه قذره تهرب. الله بقى يا اخواتي ليه اخترت القزاز عشان تبقى شايف يا باشا العركه اللي هتحصل جوه والمطحنه تبقى مطحنه جامده والله. الله بالصحاب بس نكمل اخواتي ايوه كده يا باشا احنا نعتبر يعني جربنا نخلصه يا باشا انزل ايوه يلا ابو الصحاب يلا ابو الصحاب يلا ابو الصحاب يلا ابو الصحاب. في بلوك هناك تعمل ايش ايوه كده بس كده عشان يا اخواتي ما فيش واحده قذره تطلع. لا لا مش عاجبك القفص ولا ده انا هنربط اكيد في الحته اللي هناك دي شايف عند الخنزير اسطى تمام. يلا حبيبي يلا ابو الصحاب كمل 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 تمام كده خلاص يعتبر خلصنا باشا الدنيا. عاوزين نجيب كده باشا من تحت الارض كده ثواني بص اخواتي نكسر كده باشا واحده اثنين تمام ونحط ابو الصحاب بس اصبر كده يا باشا اكسر دي كده بس تمام ونحط يا باشا كده ريد ستون ريد ستون نحط يا باشا ثواني كده ايوه 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 بس كده ريد ستون ونكمل يا باشا ريد ستون كده تمام. ليه يا اخوات عشان يبقى الكوموند بلوك هنا تب سلاش سامون لاما تمام يا بالصحاب تمام ويا باشا نعمله هربين بالصحاب يعني تقريبا مش كده صح لا استنى اصبر يلا المفروض هي كده ايوه تمام تمام بس المفروض هي كده يعني كده اول ما نشغل المفتاح هي تشتغل اوتوماتيك يعني شفت وحط يا باشا كده فوق ايوه بس كده كده عشان نضمن ان هي تشتغل. وعاوزين ثواني كده اخواتي ان هي بتبقى نص بلوكه ايوه اي حاجه يعني عشان بس فيش لامه صغيره تكون تطلع وتجرفني يا بالصحاب يعني ممكن بس كده بس ربنا يستر بس ما يكونش الارسال مقطوع يعني ثواني كده نجربه. لا بالصحاب ممكن يا باشا نحط هنا اكسر ده وحط المفتاح شايفين 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 اللاما ولا انفجار بحر لاما ولا استنى استنى في بلوكه في بلوكه هناك استنى اصبر دقيقة اعمل ايه طب هيحصل لك فظيع لا شوف شوف هو ده اللي كنت قلت عليه يا عم اكسر اقفل داي ولا ولا بعد اذنك ولا ولا بعد اذنك يعني ممكن طبعا يا حاول يسدني ولا ما تعصبنيش يا اخوي ايوه بس خلاص بس خلاص بس شوية قذرين كده دي لاما لا 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 لا
لا لا لا بس 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 خرب بيتك. نشغله، ممكن نشغله المفتاح شوية تاني. بس الله كمية لاما رهيبة. استنى استنى غير باشا، اقعد من الكاميرا. استر يا رب. يوه باشا، بس كفاية بس كفاية، كمية لاما رهيبة. بص يا معلم، الحياة كلاتي نعمل سلاش نموت. جمود ابو الصحاب سرفايفر. بس بس نضرب داي، هتقول تضرب، نضرب داي، نضرب داي. بس بس اهو بدو. استنى اموت، نموت، نموت. بص 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 بص، الله حرب. مدعك مدعك. بص 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 مدعك يا زميلي. بص 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 والله بدعك بدعك دعك والله اكسر. بص بص بتف على بعض. ولا ولا عيب. لا 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 كل هذا نبل. لا والله العظيم اكبر مدعكه. شايفين شايفين، والله ربوهم، والله ربوا بعض. يا ترى مين اللاما الكينج اللي هتفضل؟ مين اللي سنعمل بس تايم سيد دي؟ مين اللاما اللي هتبقى اسطوريه اللي فاضله تتربى على العرش؟ الله بالصحاب، والله ادعكم بعد دعكه كبيره. والله كل انت ماسكين بعض قلام 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 على وش بعض. شايفين شايفين خف العدد والله، بس كانت كميه ضخمه. والله تجربه اسطوريه يعني. طلعت لسحت كنت بشرب شاي. بصوا بصوا مدعكه. ايوه صفصف صفصف، خلاص صفصفوا. والله بالصحاب صفصف صفصف. ايوه والله في راسها، والله في راسها، في راسها، في راسها. شايفين سنة والله اللي نكتر الحرب دي مره ثانيه. صح صح يلا بالصحاب. عادي يلا بالصحاب. بس 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 يلا يلا بس كتر 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 كتر. والحرب شغالي. بس خلاص 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 كفايه كفايه كفايه. ورينا باش الحرب عليك. والله مسكوا بعض، والله مسكوا بعض. شايفين دب دب دب، كل واحد بيضرب. ايوه اديله ولا في وشه ولا في راسه ولا في راسه في راسه. ايوه العب 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 العب، اديله ولا ادي ولا. كرتنا ماسكين بعض زق بعضهم في ناحيه. ادي ولا ادي ولا يا قزر. حتى اللي برا مسكينه بتضرب والله. ادي ولا والله تنشك اللي برا. ادي ولا ادي ولا. الله الله، عايزين نشوف الكينج اللي هتفضل الكوين يا اخوان. الله بالصحاب، وريهم وريهم. توقف واحدة هناك يا خزرة لسعد برضو. والله كتير اخواتي بيموت كتير. استنى استنى هنشوف بس كامل اللي فاضل معانا. عاوزين يلا بس يا باشا وريني اللاما اللي هتفضل قاعدة. اللاما دي هنقتلها بيدنا بيد على غزي. تبقى لنا الشرف يعني. ولا اراك بالصحاب. يلا ايوه والله فضلوا. ايوه بس لسه برضه شغالين بدعكوا بعضهم. نقرب عليهم شوي، نقرب عليهم. اديله في راسه، اديله في راسه. لا ولا ايه ده، بطل يضرب بعض. ايوه لا شغالين 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 شغالين. ايوه والله نكعتي اديني كعد. ايوه لا لسه 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 الاشتباكات شغاله، لسه الاشتباكات شغاله. انت نعمل جمود وننزل في المضرب. يلا بالصحاب انكع في راسه. ولا ايوه قتلتها. ولا هو تقول الحرب انتهى على كده؟ لا ما ينفعش الحرب انتهى على كده. جمود سرفايفر. السلام عليكم. استنى بس اصبر. ايوه لازم تضرب هنا. ممكن بعد اذنك يعني، ممكن بعد اذنك، ممكن بعد اذنك، ممكن بعد اذنك. ناس بتضرب بعض، تضرب بعض مش فينا، تضرب بعض مش فينا. ايوه ايوه فانا بيموتوا بعضهم. السلام عليكم. ايوه نقع بعضهم، نقع بعض، نقع بعض، نقع بعض. تعال انت شوف اضرب هنا، اضرب هنا. ايوه اضرب. ايوه السلام عليكم. اضرب هنا، اضرب هنا. استنى جمود ورا، جمود جمود. خلاص يا قزره كريتيف. بدعكوا بعض والله. سكت ليه طيب يعني؟ فاهم خلاص انا اربيكم بطريقتي. بس هم دول بصراحه الفضل يعني فاسطوريين يعني. ممكن بس انا بس اربيكم انا بطريقه ثانيه. سرفايفر السلام عليك. والله جبتني في راسي. السلام عليك. ايوه المشكله ما تضربش غير ضربه واحده. ايوه والله انا كانت صاحبتي. انا مال انا الصراحه. السلام عليك. والله انا كانت صاحبتها برضه. صاحبتها ترد عليها لو ايوه ردت عليها الهجوم. سكتت يعني، سكتت. ايوه كف راسها. والله نكعتها برضه. سلام عليك. ايوه والله نكع صاحبتها برضه ما يهمش. سلام عليك. ايوه انكع صاحبك. ايوه انكع بعد. انا ما علينا، انا ما لي غير ما احضر خير يعني بين الناس. بس بس ما احضر خير. ايوه والله تعال مره ثانيه، تعال مره ثانيه. خليك انا بس تمسك فيها يا قزرة. ابلع في وشك المربع دي. نكعت صاحبتها والله في زورها. ما علينا بالصحاب. ابلع 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 يخرب بيتكم. ابلع 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 انت. ايوه والله كله 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 شغال تنفع يعني. في مين بيضربنا انا؟ خلاص بقى هم دول اخوات اللي فضلوا. بس ثواني بس عشان نربيهم برضه. نعمل كلير تمام. بصحابك كان جيبيه افتح كده باشا. جمود سرفايفر. يلا بالصحاب يا عم. انا عاوز كريتف اصلا. عملنا كريتف بالغلط. كريتف افتح يا باشا خمس شات تمام اخواتي. ونجيب بس بودي 12 ونجيب يا باشا العظم اللي هو فن العظم. العظم العظم ده اسمه كان بومي تقريبا او بونمي، ان هو كان بيتصنع اصلا بالبونمي او هو بيصنع. ايوه اهو البومي. فتمام بالصحاب ونجيب ده باشا كده. واستنى ولا ولا بيضربوا ليا والله ده بهبشهم. استنى 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 ده في عداوه رهيبه بينهم وبيني.
لم يهرب منيهم يا اخي. ما تقولش الولف بخاف الكلب، الكلب بخاف من اللام. لا 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 اول مره اعرف هذه والله، والله اول مره. مسكين مزنوق خلاص خليك حالي والله بيهرب. الله استنى، هلا 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 خليك جبار، يلا خليك جبان، يلا اصبر اصبر تعال كده بس جوا. تمام تمام خليك لوقتي جبار، اصبر علي بس خليك ما تخافش من حد. اصبر جمود يا ابن. لا مش ايوه عاوز كوماند بلوك بعد اذنك. كوماند بلوك وصى بالصحاب ونجيبه له تاني. خليك جبار بص، تدعك تدعك وش دعك. فين نمتاج نمتاج نيم الانفل ده؟ فين الانفل؟ لا يا ولا فين الاف؟ ايوه انفل. هسه بالصحاب كده انا هخليك اسطوري محدش يقدر عليها. وقت كده التايم، التايم دي بعد عنك بس دي يعني التايم سد يعني عشان النور ينور كده باشا. طب الدنيا حلوه. بص بالصحاب هنسموك مثلا ممكن نسموك سوسو يعني عشان قفتي سوسو. تمام كده باشا سميناها سوسو. تمام بعد كده نعمل كوماند تاني، يبقى واحد للقوه وواحد ليا لل يعني. بص شوف شوف اول حاجه نكتبه افكت سلاش افكت ايوه جي اي في بدك اد بي بدك يا باشا افتح اقواسني نكتب يا باشا مش قوه القوس، انا عاوز القوس الثاني. لا ولا ايوه دي ممكن نكتبه نيم سوسو اقفل القوس يا باشا وافتح. اول حاجه ندوها افكت باشا كان اسمه تمام هو ده تقريبا. بس انا ما اعطيتش الافكت كامل 3000 200 3000 يا باشا بعد اذنك 255 ده كامل القوه الجباره. المفروض الوقت كده باشا يتفعل معاها بالصحاب اهو. تمام دي اول افكت. تمام بس اصبر كده نقفل الشات بتاع الكمون دي سلاش يا باشا. تمام كوماند لا مش هو ده، مش من هنا تقريبا، كنت هنا كنت هنا تقريبا كوماند. لا ده سرفايفر سؤال المفروض كده يكون الشات قفل يعني ده المفروض. تمام والتاني افكت يا اخواتي الدوله بتاع الدمج سلاش افكت اد بي اد اي قصدي اس اد اي بعد كده باش افتح القوت كده نكتبه نيم ولا نيم بعد كده سوسو هخليه جبار والله هخليه يربيهم كده يا باشا. اسم الافكت كان كان اس تي ار تقريبا ايوه هو دي ولا ارجع يلا سن ايوه كده 3255 ولا 255 كده يا باشا اعمل لي ربين عشان بحط على وشهم. يلا لا تعال لا لا ما تخافش مني ما لا اصبر كده نعمل بس ايه جمود سيرفايفر ولا سيرفايفر يلا لا. تعال بقول ولا تعال ما تبقاش خواف يلا ده انا مخليك قوه اسطوري. تعال انتوا تضربونا بقى سكسك عليهم لفاهم من زورها ايوه شوف شوف اسهل 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 سكسك سكسك عليهم يلا سكسك عليهم يلا هلا سكسك عليهم شايفين والله الواحد ما بتاخد غلوه اقف راسك والثاني بعد اذنك انا انا ضربت دي اسطى شنو والله اسهل 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 اوعى تلفاها والله مستور شفت شفت الكلب طلع سابني واحد تعال بس تعال بس تعال وانت ابلعي انت ابلعي انت بتتف علي تلفاها تلفاها يا بنتي تلفها يلا تضربني يلا انت قاعد يلا انت قل ادب يلا اخواتي الوقت عندك قوه جباره اصلا يعني بصوا اوريكم حاجه مثلا سامون استنى باشا سامون باشا ايرون جولم بص 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 شوف الوقت اللي حصل ابلع ابلع ضربه واحده كسر راس الايرون جولم سكها عليك وكده اخوات. طبعا كنت هافد النهارده لا تدخل عجبك فيديو اشترك في القناه اعملوا لايك اخواتي عشان نستمر نشوف فيديوهات اكتر واكتر. اقعدوا بعافيه اخواتي سلام.